والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم لكل من يشاهد هذا الفيديو أو يسمع هذا الدعاء أو يؤمن عليه، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لك ولوالديك ووالديهم وزوجك وذريتك وإخوانك وأخواتك وأهلك وأحبابك وأقاربك ومن له حق عليك، والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلك ممن طال عمره وحسن عمله، وأن يجعل لك من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، ومن كل ذنب مغفرة، ومن كل دين قضاء، ومن كل مرض شفاء، ومن كل داء دواء، وأن يرزقك من حيث لا تحتسب، وأن يحقق آمالك وأحلامك وأمنياتك، وأن يسعدك سعادة لا تشقى بعدها أبدا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في النبيين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجز عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما جازيت نبيا عن أمته، واجز عنا أصحاب نبينا أجمعين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسائقنا وذليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته والعمل به آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم واهدنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم.
اللهم اجعلنا ممن يقرأه فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأه فيذل ويشقى. اللهم ارحمنا بالقرآن إذا انقطعت المدة، ونجنا به يا الله من كل هلكة وشدة، وآنسنا به يا الله في بيت الوحدة. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثقل موازيننا، وحقق إيماننا، وارفع درجاتنا، وتقبل صلاتنا، واغفر خطيئاتنا. نسألك اللهم العلا من الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول أو عمل. نسألك اللهم رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك اللهم إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنان. وارزقنا اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد سواك طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم برحمتك الواسعة عمنا، وعلى الكتاب والسنة والإيمان الكامل توفنا وأنت راض عنا. نسألك اللهم موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. اللهم اجعلنا من المقبولين في ليلة القدر، اللهم اجعلنا من المقبولين في ليلة القدر، اللهم اجعلنا من المقبولين في ليلة القدر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجبر كسر قلوبنا على فراق شهرنا، اللهم اجبر كسر قلوبنا على فراق شهرنا، اللهم أعده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا وسيدنا ومولانا، ما قصر عنه رأينا، وضعف عنه عملنا وعلمنا، ولم تبلغه مسألتنا،
من خير وعدته أحدا من خلقك، أو خير أنت معطيه أحدا من عبادك، فإنا نرغب إليك فيه ونسألك إياه برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا وخالقنا وسيدنا ومولانا، وقفنا ببابك سائلين، فلا تردنا خائبين، فلا تردنا خائبين، ولا عن باب جودك مطرودين. فإن طردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم لكل من يشاهد هذا الفيديو أو يسمع هذا الدعاء أو يؤمن عليه، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لك ولوالديك ووالديهم وزوجك وذريتك وإخوانك وأخواتك وأهلك وأحبابك وأقاربك ومن له حق عليك، والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلك ممن طال عمره وحسن عمله، وأن يجعل لك من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، ومن كل ذنب مغفرة، ومن كل دين قضاء، ومن كل مرض شفاء، ومن كل داء دواء، وأن يرزقك من حيث لا تحتسب، وأن يحقق آمالك وأحلامك وأمنياتك، وأن يسعدك سعادة لا تشقى بعدها أبدا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في النبيين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اجز عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما جازيت نبيا عن أمته، واجز عنا أصحاب نبينا أجمعين. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك،
ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقال